Hello dear students, how is going with you? Maestro Mr. Muhammad Helmi in math. Today we will do revision on lesson 1, 2, 3 algebra. Let's go. First lesson talks about complex numbers. Before anything and before remember what the meaning of complex number, let's solve this equation. X power 2 plus 9 equals 0. احنا مثلا لما كنا بنيجي نحل ايكويشن زي كده قلت لك انا اول حاجه ببدا بيها start with plus or minus multiply or divided and finally power. انا مثلا لو كنت عايز احل ايكويشن زي كده كنت اول حاجه start with plus or minus, يعني اول حاجه ببدا بيها plus or minus. طب يلا بينا نعمل solve. plus 9 equal او to the other hand negative 9, x power 2 equal negative 9. ده كده يبقى أول حاجة أنا ببدأ بالبلس والماينس. تاني حاجة مستر إذا مالتبلاي, هنا في أي مالتبلاي؟ لا. فاينالي باور, إذا باور يي باور 2. قلت لك لو فيها مستر باور 2 أنا بوديها تو ذا أذر هاند ويز سكوير روت إكس إيكوال روت نيجاتيف 1. لغاية هنا بقى هسألك, هو في حاجة اسمها روت نيجاتيف 9؟ سوري روت نيجاتيف 9, هو معنى what the meaning of the root? The meaning of the root that what or what the number can I multiply by itself will be negative 9. يعني ايه مستر الرقم اللي انا هعمله multiply itself يديني negative 9. هو في رقم انا اقدر اعمله multiply في نفسه يديني negative؟ حد يقول لي يا مستر ايوه هي negative 3. تعالى كده negative 3 times negative 3 9. فمستر حاجة زي كده كنا بنقول عليها undefined. يعني عندي حاجة زي كده مستر كنا بنقول عليها undefined. فلغاية السنة اللي فاتت لما كنت باجي اقول لك نيجاتيف with square root كنت بقول لك حاجة اسمها undefined. يعني ما كانش ينفع اقول لك النيجاتيف مع السكوير روت, خلاص لغاية هنا مستر كانت بتبقى fine undefined. فاحنا قعدنا بقى فكرنا قلنا طب احنا عايزين نحل يعني عايزين نعمل سولف البروبلم دي. ايه مستر البروبلم بتاعت ايه؟ ان هنا في نيجاتيف. قلت لها خلاص احنا مستر هنحلها ازاي؟ يعني وي ميد ذيس ميثود تو سولف نيجاتيف وذ سكوير روت. يعني احنا عملنا الطريقه دي عشان نقدر نحل النيجاتيف اللي مع السكوير روت. قلت لك طب خلاص بص تخيل ان في حاجه اسمها روت نيجاتيف 1. Imagine that there is root negative 1. هتقول لي يا مستر هو في حاجة اسمها root negative 1؟ قلت لك لا, بس بقول لك يا عم تخيل إن في حاجة اسمها root negative 1. زي كده لما أجي أقول لك imagine that you have 1 مليون دولار. تخيل أنت معاك مليون دولار, هتقول لي إيه ده؟ مليون دولار ده أنا بقى هجيب عربية وبتاع. عارف أنت لو أنت شحات, عارف أنت زي ليش كده لما بيقول لك أنت شحات يا محمد أنت أصلا معكش فلوس. أنا بس بقول لك تخيل إن في حاجة اسمها root negative 1. لكن ده مش موجود في الحقيقه, يعني احنا بنتخيل. قلت لك وهنقول ان روت نيجاتيف 1 ده هنسميه اي. يبقى وات ذا مينينج اوف ذا اي ايكوال روت نيجاتيف 1. اي ذا مينينج ايماجينري. يعني مستر اي دي انا معناها ان دي حاجه تخيليه, دي حاجه مش حقيقه. طب يلا بينا يا مستر. يبقى احنا تاني الكومبلكس دي يا مستر احنا عملناها ليه؟ عشان خاطر نقدر نشوف حل لمشكله النيجاتيف اللي بتبقى تحت السكوير روت. طب احنا حليناها ازاي؟ قلت لك تخيل imagine that there is root negative 1. تخيل ان في حاجه اسمها root negative 1. طب احنا اتفقنا بقى is there in a real root negative 1؟ No. Just imagine. ده مجرد تخيل. طب يلا بينا يا مستر. مش انا كنت لسه بقول لك x equal root negative 9. تعالى كده نفك الرقم ده expanded negative 9. negative 9 عباره عن حبايبي negative 1 times 9. تبقى root negative 1 وroot 9. root 9 يا مستر هتبقى positive or negative 3. وroot negative 1 احنا قلنا اللي هتبقى ايه؟ i. او. فقدرنا يا مستر نحل المشكله. يبقى لما اجي اقول لك بعد كده روت نيجاتيف 9 هتقول لي يا مستر ايوه يعني بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اي. بس فاحنا
الكومبلكس دي احنا عملناها عشان نقدر نحل او نقدر نشوف حل للنيجاتيف اللي بيبقى تحت او وذ سكوير روت. حليناها ازاي مصر؟ بحاجه بسيطه جدا. تخيل ان في روت نيجاتيف 1 بس كده او بس كده. عارف انت زي فيلم لا تراجع ولا استسلام، بس كده خلاص بس كده. انا تخيلت ان في روت نيجاتيف 1 ده حل لي المشكله. هو ده اللي هيريح حاجه مستر، هو ده اللي هيريح خلاص. تخيل يا عم تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت او 3 اي بس، يبقى هو ده معناها الكومبلكس نمبر. تعالى بقى مصر، احنا بنعمل بس احنا بنعمل دو ريفيجن كده يعني او فاست ريفيجن، احنا بنعمل مراجعه سريعه. لو انا عندي حاجه اسمها اي باور 30، بص بقى اول حاجه بقى هنشتغل ازاي، هنحل بقى ازاي. قلت لك لو عندك باور زي كده وعايزين نعمل سمبليفاي، افتكر ديفايدد 4 وتيبل. يعني فيرستلي ديفايد ذا باور باي 4. يعني اول حاجه مثلا احنا بنعمل 30 دي ديفايدد 4. يبقى انا مثلا لو عندي حاجه زي كده عايز اعملها سمبليفاي، يبقى انا اول حاجه بعمل الباور ده ديفايدد 4. 30 ديفايدد 4 هتبقى، تعالى كده نحسبها، تبقى 7.5. يبقى يا مستر اول حاجه انا لو عندي سمبليفاي زي كده اول حاجه اعملها ان انا اعمل الباور ديفايد باي 4. طب ايه يا مستر سكند ستيب؟ ايه يا مستر التيبل ده؟ يعني ايه تيبل؟ هقول لك. اكتب بقى معايا كده التيبل ده. ابدا 0.25 وكل مره انكريز باي 25، يعني كل مره زوده 25، يعني 0.25 هتبقى 0.50 0.75 هنا بقى تبقى 0. والزيرو هنا اتس مينينج نو ديسيمال، يعني هنا 0 يعني معناها ان مفيش ديسيمال. تعالى بقى مصر هنكتب هنا اي والانفرس الناحيه الثانيه تبقى النيجاتيف ايه؟ اي. هنكتب هنا 1 والانفرس هنا تبقى النيجاتيف ايه؟ 1. يعني ايه بقى يا مستر؟ ده التيبل بتاعي. يبقى تاني. بص يا حبايبي، يبقى انا اول حاجه لو عندي مثلا اي باور 30 عشان اقدر اعمل سمبليفاي قلت لك ديفايدد باي 4 وتيبل. انا مثلا هعمل ايه؟ قلت لك ارسم التيبل ده كده على جنب. 0.25 0.5 0.75 0 اي اند ذا انفرس نيجاتيف اي 1 نيجاتيف 1. First step divides the power by 4. يعني 30 divided 4 will be 7.5. Check out the decimal. بص على الديسيمال. أنا ماليش دعوة بالهول نمبر، بالهول نمبر. أنا ببص على الديسيمال يا مستر. أنا ماليش دعوة بالهول نمبر، أنا ببص على الديسيمال. الديسيمال هنا يا مستر فيه كام؟ 5. فأبص في التيبل بتاعي فين هنا الـ 5 أهي يا مستر. يبقى أنا هختار النيجاتيف إيه؟ النيجاتيف 1. يبقى انا مثلا لما يجي يقول لي كده اي باور 30 تبقى ايكوال نيجاتيف 1. بس كده اه الموضوع بسيط اهو. يبقى انا اي حاجه عايز اعملها سمبليفاي ديفايدد 4 وتيبل، ديفايدد 4 تيبل، ديفايدد 4 اند تيبل. تمام يا مستر؟ لو البار بالنيجاتيف، يعني لو عندي حاجه زي كده اي باور نيجاتيف 30، انا هعمل اول حاجه ريسيبريكال بقى كده يا مستر ديفايدد 4 بقى كده تيبل. يعني ايه يا مستر؟ انا اول حاجه لو عندي باور بالنيجاتيف افتكر انا هشقلب كامل ديفايدد 4 كده ابص عليه على تيبل. هشقلب ديفايدد 4 تيبل، شقلب ديفايدد 4 تيبل. يعني ايه يا مستر هشقلب؟ بص، مش انت عندك اي باور نيجاتيف 30 دي يا حبايبي بتبقى اوفر 1. هشقلب يعني خليها كده 1 اوفر اي باور 30 واشيل النيجاتيف دي. حبايبي قلت لكم او حاجه احنا درسناها في السنين اللي قبل كده previous years، انا مستر حاجات درسناها قبل كده اللي هي ايه؟ لان انا عندي نيجاتيف باور انا مستر بجيب المالتيبليكيتيف انفرس بتاعته، يعني بشقلبه. يعني ايه يا مستر؟ يعني عندي مثلا اكس باور نيجاتيف 2 نخليها 1 اوفر اكس باور 2 كانسل النيجاتيف. يعني لو انا يا مستر
هجيب المالتيبليكيتيف انفرس بتاعته واكنسل النيجاتيف. يعني ايه مثلا؟ يعني بالبلدي كده هشقلبه واكنسل النيجاتيف. طب لو كانت كده واي او 1 اوفر اي بار نيجاتيف 100. بص النيجاتيف ده عامل زي الطالب المشاغب اللي مضايقني، انا عايز اطرده. هو انا شايل النيجاتيف دي واعلم واشقلبها اعمل المالتيبليكيتيف انفرس تبقى اي بار 100. طيب مثلا بعد كده افتر ذات اشتغل بعد 30 ديفايدد 4 تبقى 7.5 وكان تيبل تبقى نيجاتيف 1 ايكوال 1 اوفر نيجاتيف 1 هنا كالكليتد باي كالكليتر 1 اوفر نيجاتيف 1 هتبقى بنيجاتيف 1 اي بار نيجاتيف 30 هتبقى بنيجاتيف 1 بس كده. طب يلا بينا يا مستر نحل على ايه الجزئيه دي. استاذنك بقى كتابك ويلا بينا. اي باور 24 ديفايدد 4 تيبل. بليز فيرستلي درو ذا تيبل 0.25 0.5 0.75 0. I negative I 1 negative 1 firstly divided the power by 4 24 divided by 4 equal 6. Is there a decimal? هو هنا اصلا في decimal؟ انا قلت لك يا مستر احنا بنبص على الديسيمال. احنا بنبص على ايه؟ على الديسيمال. هو هنا في decimal؟ لا. معنى ان without decimal يعني معناها ان هي ايه؟ زيرو. فهختار الايه؟ ال1 بس. فدي كده معناها اللي انا هختار يا مستر ال1. simplest form لما اجي اقول لك i بار 45 divided 45 by 4 45 by 4 11.25. check out look at decimal. نبص على الديسيمال يا مستر. الديسيمال هنا في كام؟ 25 will be i. انا هنا يا مستر اي بار نيجاتيف 30. خلي بالك بقى من حاجه زي كده. لما يجي يقول لك نيجاتيف قلت لك يعمل مالتيبليكيتيف انفرس. يعني ايه؟ يعني عشان يبقى تبقى 1 اوفر اي بار 30. ومن فضلك بليز اكتب دي في الكوبي بوك بتاعتك كامبورتنت نوت. مستر طب افتر ذات اشتغل عادي بقى. هعمل 30 ديفايدد 4 ويل بي 7.5. I think that. Look at decimal. 5 means in negative 1. Okay. يا مستر يعني ايه بقى؟ انا هشرب على دي واكتب نيجاتيف 1. طب يا مستر واللي فوق ده بسيبه زي ما هو. As it is. 1 over negative 1 بنيجاتيف 1. تعالى يا مستر. لو عندي حاجه زي كده 1 over i power 199. قلت لك يا مستر هنا فراكشن ما تتخضش امسك ده واعمله ديفايدد 4 ويل بي 49.75 negative 1 او سوري negative i. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا كنسل اي بار نيجاتيف 199 واكتب مكانها نيجاتيف اي. وال1 دي يا مستر از ات از. يبقى يا مستر بقى كده 1 اوفر باور او 1 اوفر نيجاتيف اي. يا مستر ما فيش هنا حاجه اسمها 1 اوفر نيجاتيف اي. هعمل ايه يا مستر؟ ما فيش حاجه اسمها 1 اوفر نيجاتيف اي. حطها على الكالكليتر عشان تطلع لي السيمبلست فورم. يعني انت لو جات لك حاجه زي كده مش موجوده حطها على الكالكليتر عشان تطلع لك سيمبلست فورم. تعال بقى نفتكر كنت بحطها ازاي. يعني نفتكره كده تبقى 1 اوفر اي او نيجاتيف اي. ركز بقى معايا يا باشمهندسين، يا باشمهندسين المستقبل باذن الله. ليتس جو. انا مستر اول حاجه عشان اشتغل على الكومبلكس لازم ادوس مود 2 يعني مود واختار كومبلكس.
يعني لازم عشان انا شغال على كومبلكس ابقى ادوس مود 2 او مود كومبلكس واشتغل بقى مستر واكتبها زي ما هي 1 اوفر يا مستر النيجاتيف اي بتكتب ازاي النيجاتيف اي والله بنكتب اي ان جي اهي اي فبقى كده 1 اوفر نيجاتيف اي ايكوال اي يبقى كده لما اجي اقول لحضرتك 1 اوفر 199 احنا اول حاجه يا مستر بنعمل ده ديفايدد 4 تبقى 1 اوفر نيجاتيف اي يا مستر انا ما لقيتهاش هنا في التشوز بتاعتي حطها على الكالكوليتر هتطلع لي اي اهي يبقى انا مستر لو عايز اعمل سمبليفاي ديفايدد 4 وبعد كده ابص او لوك ات ماي تيبل مستر بقى لو عندي حاجه زي كده اي باور 26 بلس اي باور 28 حاجه زي كده يا حبايبي انا ما بقدرش اكتبها على الكالكوليتر الاله ما بتفهمش اكتر من باور 2 يعني اقصى حاجه اكتب عليها اي باور 2 يعني لو حضرتك جيت كتبت دي على الاله على الكالكوليتر بتاعتك مش هتطلعها طب يا مستر في الحاله دي وات شود اي دو انا هعمل ايه سهله جدا اعمل دي سمبليفاي والدي سمبليفاي يعني تبقى اي باور 26 سمبليفاي ازاي يا مستر ديفايدد 4 تبقى 26 ديفايدد 4 26 divided 4 هتبقى 6.5 يا مستر لوك ات ذا ديسيمال ذا ديسيمال 5 5 means negative 1 يعني يا مستر انا هشرب على الاي باور 26 هخليها نيجاتيف 1 ونفس الكلام اي باور 28 يا مستر 28 هعمل 28 divided 4 equal 7 يا مستر هو هنا في ديسيمال؟ لا ديسيمال يعني هبص على التيبل بتاعها زيرو ما هو ما فيش ديسيمال without ديسيمال all whole number يبقى مستر هتبقى 1 يبقى انا هشرب على دي واخلي مكانها 1 بقت نيجاتيف 1 بلس 1 ايكوال كام؟ 0 يبقى انا مستر لو جاب لي حاجه زي كده او 1 اوفر اي باور 15 ايكوال اي باور 21 بليز بقى بعد اذنك وقف اعمل ده سمبليفاي اعمل ده سمبليفاي وحلها يلا تعال 1 اوفر اي باور 15 ديفايدد 4 ايكوال 3.75 والتيبل يا حبايبي اهو عشان يبقى قدام عينيكوا75 means negative i 1 over negative i اهو 1 over negative i plus 21 i power 21 21 divided 4 تبقى 5 او 5.25 means i يبقى انا مثلا هشرب على i power 21 دي وخليها i واعمل دي على الكالكوليتر 1 over negative i plus i اهو one over negative i plus i تبقى 2 i يعني هنا مصر ايه هتبقى 2 i and so هكمل بقى بنفس الطريقة دي يبقى مصر اول حاجة في الكومبلكس نمبر تلك يبقى اول حاجه احنا خدناها واكتب عندك في الكشكول خدنا ازاي نعمل سمبليفاي ديفايدد 4 وتيبل حلو جدا يا مستر طب تاني حاجه بقى يا مستر تاني حاجه بقى في الكومبلكس نفتكر كده ليتس ريمبر وات ذا مينينج اوف كونجيجيت يعني ايه يا مستر كونجيجيت؟ كونجيجيت اللي انا بجيب الانفرس ساين بتاعت الاي يعني ايه يا مستر برضه مش فاهم يعني لو جيت قلت لك كده 5 بلس 2i كونجيجيت اللي انا بجيب الانفرس ساين بتاعت الاي يعني الاي هنا في جنبها كام؟ بلس
will be negative أو minus 2i. بلما أقول لك find the conjugate of 5 plus 2i, it means inverse sine of i يعني أو imaginary part. يعني ده مستر معناها, ده مستر معناها لأن هجيب ال inverse sine بتاعت ال negative part. بتاع سوري أنا آسف, بتاعت ال imaginary part. يعني يعني بالبلد كده مستر الاي اهي انا بغير لها الساين. طب لو جيت قلت لك كده تعالى بقى 6i minus 4 فاز كونجيجيت او اتس كونجيجيت, حد يقول لي ايوه مستر ما سهله هي, يلا بينا مستر 6i plus 4 سهله اهي, مبروك عليك يا باشا الزيرو يا ولا. انا بقول ايه, انا بقول لك الانفرس ساين بتاعت الايماجينري بارت اللي هو فيه اي, يعني تعالى كده هي فين هنا الاي اهي, مش دي بوزيتيف اه will be negative 6i. طيب مستر والريل بارت او الجزء اللي هو لوحده ده ده as it is. طب بيجي يضحك عليك ويقول لك مثلا 10 هات لي الكونجيجيت بتاعتها, تقول لي ايوه يا مستر خلاص بقى نيجاتيف 10 يعني بص تاني تاني, لا 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 انا كده هضربك بالنار يا ولا, هو هنا في اي لا يبقى خلاص لا يبقى تفضل زي ما هي. What's the difference between meaning of conjugate and additive inverse؟ يعني تعال نفهم يعني ايه conjugate يعني ايه مثلا additive inverse. يعني conjugate مثلا فهمنا اللي احنا هنا بنعمل او بنغير الاي بس, لكن في الاديتيف inverse انا بغير ليهم كلهم لكل اللي قاعد. يعني ايه بص كده 3 plus 5i انا بغير بقى لكل اللي قاعد. يعني ايه مثلا لكل اللي قاعد؟ يعني مش دي بوزيتيف هخليها ايه نيجاتيف, بوزيتيف نيجاتيف خلاص. يعني مثلا عندي حاجه زي كده 3 minus 7i يبقى مثلا لو دي بوزيتيف نيجاتيف, نيجاتيف اخليها ايه بوزيتيف. يبقى اكتب عندك في الكوبي بوك بعد اذنك. يبقى احنا فهمنا ان اول حاجه اسمها الفايت ديفايدد فور وتيبل. قول لنفسك كده بقى كونجيجيت معناها ان انا بغير الاي بس. طب لما اجي اقول لك اديتيف انفرس تمين اعمل انفرس لكله, قول لنفسك يبقى الاديتيف انفرس هنعملهم ايه اليوم كله. طب يلا يا مستر نحل. يبقى اول لما يقول حضرتك كده اديتيف انفرس قول لنفسك اه اي ولا كله كده, عارف انت لو اي ولا كله اديتيف انفرس كله والزميننج اوف كله. يعني ايه مستر كله؟ يعني هنا لو 4 لو هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف, لو هي نيجاتيف 7 هتبقى بوزيتيف 7. اه كونجيجيت هنا بقى اي ولا كله يا مستر اي. كنت جيت بس يعني تشينج او بعمل انفرس ساين للاي اونلي اي بس. يعني this is imaginary part positive 3i will be negative 3i. طب مستر وده as it is. لما يجي يجيب لك حاجه زي كده i minus i bar 2 اي حاجة فيها باور قول لنفسك ده خدعة ده فخ, هدخلها زي ما هي كده على الكالكليتر تبقى i minus i bar 2. حضرتك دخلها على الكالكليتر i minus i bar 2 هتطلع مع حضرتك كده i plus 1. شفت بقى خدعة. يبقى اي i فيها باور او كده لا ظبط شكلها الاول, عارف انت كده ايه كأنها حاطة ميك اب فانت بتشيل الميك اب. يعني عارف انت كده لما تلاقي واحده حلوه حاطه ميك اب تيجي تشيلها ايه ده, هي هنا حاطه ميك اب كده ايه بتزولك. انا هنا بشيل الايه بشيل الميك اب بتاعها ده واكتبها اهو طلع الريزلت بتاعتها. وعلى راي مثل شيل ميك اب صاحبتك هيطلع اشرف ابن عمتك. يعني ايه؟ يعني اول ما اشوف حاجه زي كده اقول لنفسك دي حاطه ميك اب, حطيتها على الكالكليتر هتطلع لي بقى على حقيقتها اي بلس 1. كنت جيت يا مستر اي ولا كله اي؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني دي بوزيتيف اي تبقى نيجاتيف اي ودي يا مستر ايه بلس 1.
طب لما يجي يقول لك الجيت اوف ذا نمبر نيجاتيف 8 مثلا هو ذير از ايماجينري بارت، هو هنا اصلا في اي لا هتفضل زي ما هي. كل ده يا مستر اقدر احسبه على كده بالايه بالكالكوليتر. ده يا مستر اهم حاجه انا كنت محتاجها في ليسون 1 لو يعني ايه سمبليفاي، يعني ايه اديتيف انفرس، يعني ايه كونجيجيت. انذر ذات او بعد كده بقى، بعد كده اي حاجه اقدر اعملها بالكالكوليتر، يعني دي بالكالكوليتر كالكوليتر كالكوليتر. هنا يا مستر اهو انا مستر عايز اعمل حاجه زي كده بالكالكوليتر اهو. تعالى يا باشا احسبها كده، هتكتب زي ما هي. اكتبها لكم بس عشان اوريكم تكتب ازاي، بس اكتبها عندي الاول عشان بصراحه بسقط يعني. plus 2 minus 5i. مستر دي بقى يلا بينا اي حاجه بعد كده في ليسون 1 ده هتبقى بالكالكوليتر. بكتب كده براكت 3 بلس 2i، قلت لك ان جي قافل براكت بلس براكت يا مستر او 2 minus 5i equal بس تبقى 5 minus 3i بس خلاص. يعني مستر اي حاجه بعد كده هنكتبها زي كده بالكالكوليتر خلاص. تبقى دي كده اهي طلع ده مستر 5 minus 3i 5 minus 3i بس خلاص. طب تعالى مستر نعمل حاجه زي كده بقى. قلت لك يا مستر حاجه زي كده خلاص احنا بنحسبها او بنعملها على طول على الكالكوليتر، تطلع معايا نيجاتيف 2 بلس 7i. تعالى بقى يعني مثلا عملت دي على الكالكوليتر طلعت معايا نيجاتيف 2 بلس 7i. الراجل هنا جايب لك ايه؟ اكس بلس واي. بص بقى احنا هناخد الريل بارت توجذر والايماجينري بارتس توجذر. يعني ايه؟ يعني بالبلد كده هناخد اللي ما فيهمش اي مع بعض. يا مستر ده هو ما فيهوش اي وده هنا ما فيهوش اي، تبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2 واللي فيهم اي مع بعض اهو 7i واي اي. طبعا كنسل الاي تبقى الاي او الواي دي ايكوال 7. طب يا مستر اكس بنيجاتيف 2 والاي ب 7 هتبقى نيجاتيف 2 بلس 7 اللي هي ايكوال كام؟ 5. ايه بقى مستر التركه اللي ممكن يجيبها لي هنا بقى فظيعه؟ ان هو يجيب لك حاجه زي كده. انا مستر قلت لك دي هندخلها زي ما هي على الكالكوليتر، بس مشكلتي ان انا الكالكوليتر بتاعتي ما بتقبلش باور اكتر من اي بار 2. فهنعمل ايه يا مستر؟ هنعمل ايه يا مستر؟ قلت لك سهله جدا. انت مشكلتك فين؟ في الاي باور 17. امسكها كده على جنب، كلها اتكلم معاك راجل لراجل ولا الساعك بالقلم على قفاكي؟ تعالي كده يعني نتكلم رجاله ولا هنعمل ايه بقى؟ مش انت دي اللي عامله مشكله، خد على جنب واتكلم معاك. اتكلم معاك زي مستر يعني اعمل لها سمبليفاي. تبقى 17 ديفايدد 4 ايكوال 4.25. قلت لك يا مستر سمبليفاي اللي هو ديفايدد 4 وتيبل 25 مينز اي. يبقى انا مستر هكنسل الاي باور 17 واكتب مكانها اي واكتبها كده 12 minus 5i minus 7 minus root negative 81 واكتبها بس كالكليتر كالكليتر خلاص. يبقى انا مستر مشكلتي كلها بس لما يجي يضحك عليا ويجيب لي حاجه زي كده i باور 43. قلت لك يا مستر مش ده اللي عامل لك المشكله؟ مش ده اللي عامل لك الازمه؟ امسكه كده على جنب 43 divided 4 تبقى ايكوال 10.75. اوكي 75 معناها يا مستر مينز نيجاتيف اي. يعني مستر دي هشطب عليها هتبقى نيجاتيف اي. هو انا حاطط دي زي ما هي على الكالكوليتر، يعني كده يا شباب هتبقى نيجاتيف اي 3. تعالى بقى يا حبايبي اكتبوا دي زي ما هي كده على الكالكوليتر اللي هي نيجاتيف اي
بلس 3 روت 4 او نيجاتيف 4 اي تطلع معك ايه بقى؟ 5 اي. شفت؟ يبقى اي حاجه انت حاسس ان شكلها مريب حطها على الكالكوليتر، شيل الميك اب بتاعها. يبقى مستر هو هنا مغفلك، هتبقى الاكس بلس واي اي ايكوال 5 اي. تعالى بقى مستر قال لي هنا نقطه، خد الريل مع ريل الاكس دي ما فيهاش اي، مين الناحيه الثانيه ما فيهاش اي؟ هو هنا في رقم لوحده ريل نمبر يعني 7 او 8 او رقم كده؟ لا. طالما يا حبايبي ما فيش، يبقى هنا الريل هنا بزيرو، والواي مع الاي مع الاي تبقى الواي ايكوال 5. بيقول لك هنا هات لي اكس بلس واي يعني 0 بلس 5 هتبقى ايه؟ 5. يبقى مثلا لما يجي يجيب لك حاجه زي كده ما تتخضش، لا دخلها الاول على الكالكليتر وعادي. لو جيت قلت لك حاجه زي كده تاني اكس بلس واي اي ايكوال مثلا 13 اي، مستر دي وداوت اي او ده الريل بارت. في هنا ريل بارت يعني هنا في حاجه من غير اي؟ لا اصلا ما فيش رقم يا مستر، خلاص تبقى الاكس دي بكام؟ زيرو. وهنا الاي اي يبقى واي ايكوال 13. لما يجي يقول لك مالتيبليكيتيف انفرس حبايبي، مالتيبليكيتيف انفرس فاكرين انا كنت بعمل ايه؟ مالتيبليكيتيف انفرس يعني انا كنت بشقلب، بعمل الريسبريكال ليها. يعني لو هي اي اوفر 2 مالتيبليكيتيف انفرس بشقلب، يعني بحط دي هي اللي فوق ودي هي اللي تحت، بعد كده انا مدخلها على الكالكليتر عشان تطلع لي السمبليفاي بتاعتي او سمبلست فورم بتاعتي. احنا كده سريعا يا مستر جبنا اهم الافكار في ليسون 1. ليتس جو، يلا بينا بقى نخش يا مستر على ليسون 2. ليسون 2 مينز او بيتكلم على ايه؟ عن حاجه اسمها تايب وفروتس. بيقول لك ان ذير از 3 تايبس اوف فروت، ريل ديفرنت ريل ايكوال كومبلكس. واحدة واحدة بقى مستر. مستر انت دخلت فينا هجم كده ليه؟ ليسون 2 بيقول لك تايبس اوف فروت. يعني ايه يا مستر اصلا تايبس اوف فروت؟ يعني ايه كلمة روتس؟ وخلي بالك بقى عشان الكلمة دي هتظهر لي كتير جدا في ليسون 2 و3 و4 وهكذا. يعني تقريبا هتظهر معايا في يونت 1 كله. افهم يعني ايه كلمة روتس؟ يعني ايه؟ تعال. يعني انا مستر عايز افهم يعني ايه روتس، يعني ايه الكلمه الوحشه دي؟ تعال عشان تفهم يعني ايه كلمه روتس تعال نعمل سولف الايكويشنز دي. اكس بار 2 ماينس اكس ماينس 12 ايكوال 0، اكس بار 2 بلس 10 اكس بلس 25 ايكوال 0، x بار 2 بلس x بلس 1 ايكوال 0. يلا بينا يا مستر. هو احنا كنا ازاي بنعمل سولف الايكويشنز دي؟ ليتس ريمبر، وانا مثلا عندي ايكويشن زي كده كنا بنعملها سولف ازاي؟ هقول لك. كنا بنطلع ال a b c بعد كده يا مستر بنحطها على الكالكليتر عشان اقدر اعمل سولف زي كده. انا ما كنت بطلع اي بي سي وبعد كده انا حطيتها على الكالكليتر. طب تعالى بقى، يا هو يعني ايه مستر الاي والبي والسي؟ ليه يا مستر؟ كوفيشن اوف اكس سكوير، بي كوفيشن اوف اكس، والسي هو الابسولوت تيرم او بالبلدي كده اللي بيبقى واقف ايه لوحده. يعني مستر قلت لك بيفور سولفينج ذا ايكويشن، قبل ما احلها انا اول حاجه اجيب الاي والبي والسي. ليه كوفيشن اوف اكس بار 2؟ اكس بار 2 هنا ايه في جنبها كام؟ 1، يبقى اي ايكوال 1. بي كوفيشن اوف اكس مستر هنا الاكس هنا جنبها كام؟ نيجاتيف 1، والسي مستر اللي هو في لوحده اللي هو نيجاتيف 12. يبقى انا عشان اقدر اعمل سولف
انا هجيب الاول A و B و C 1 negative 1 و negative 12. بس لو كنا بنعمل بقى سولف ازاي مود 5 3 او مود 3 3 مود 5 3 او مود 3 3 او مود واخترتها 1 negative 1 و negative 12 طلعت لك يا مصر بنيجاتيف 3 و 4 بقى مصر الاكس ايكوال نيجاتيف 3 اكس ايكوال ايه 4 شايفين بقى الفاليوز بتاعت الاكس دي اللي هي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 احنا بنسميها الروتس اوف ذا ايكويشن يعني يعني البلدي كده معنى كلمه روتس يعني بالبلدي كده بقول لك الاكس بكام يبقى الاكس دي احنا بنسميها روتس يبقى تاني انا بشرح لك على بنت كده انا بشرح لك بالتفصيل الممل يعني ايه كلمه روتس عشان الكلمه دي مهمه جدا 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 روتس يعني ايه يعني الاكس 1 والاكس 2 بكام دي معنى كلمه روتس يعني البلدي كده لما اجي اقول لك روتس او هات لي الروتس بتاعتها يعني بقول لك هات لي الاكسات بكام يعني هنا يا مستر لما اجي اقول لك find the roots of this equation يعني معناها ان انا بطلع ال A ال B وال C مثلا ال A ب 1 10 و 25 دخل على الكالكوليتر بتاعتك بقى مود 5 3 او مود 3 3 1 10 25 تبقى يا مستر الكالكوليتر طلعت لي رقم واحد بس نيجاتيف 5 ده معناه ان x1 ايكوال نيجاتيف 5 وال x2 برضه بنيجاتيف 5 دول بنسميهم الروتس بتاعتها طب تعالى نعمل سولف لاخر واحده a ب1 c ب1 1 تبقى نيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي اوفر 2 نيجاتيف 1 بلس روت 3 اي اوفر 2 اخوانا يعني بالبلدي كده اللي انا بطلعه ده اسمه روتس اوف ذا ايكويشن طب تعالى بقى انا عايزك تبص بعينك هو انت طلع لك كذا كذا حاجه صح؟ طب مستر طلع لي رقمين مش شبه بعض فدول بنسميهم ايه؟ ريلو ديفرنت يعني هو هنا الراجل بيقول لك انا ممكن يطلع لي ايه اشكال الاكس اللي ممكن تطلع لي قلت لك ممكن يطلع لي اتنين زي كده فدول بنسميهم ريل وديفرنت ريل يا مستر ريل يعني مفهومش اي وديفرنت يعني كده يعني دول كده بنسميهم ريل وديفرنت مش دول نفس الرقم اه بنسميهم ريل وايكوال هنا يا مستر مش دول فيهم اي بنسميهم كومبلكس يا مستر التايبس اوف روت بيقول لك هنا ذير از 3 تايبس اوف روت real different real equal complex يعني بيقول لك كده ان في عندي ثلاث انواع للاكس ممكن يطلع لك يا اما ممكن يطلع لك رقمين real بس مش شبه بعض ممكن يطلع لك رقمين real real يا حبايبي يعني ما فيهاش اي رقمين real زي بعض او ممكن يطلع لك رقم فيه اي يعني complex هو ده معنى الدرس يعني بيقول لك نوعه ايه دول ثلاث انواع بس يا مستر دي خلاص بقى دي خلاص احنا مش هنستخدمها احنا بنعرف ازاي مستر يعني انا دلوقتي ممكن اجيب لك حاجه زي كده واقول لك هات لي تايبس اوف روت ركز بقى معايا يعني احنا مش هنستخدم الكالكوليتر دي خلاص بص بقى بس تعال نفهم انا واقف بس البورد يا مستر انا هنا بقى يعني هو بيقول لك هي هتطلع ازاي يعني ايه هي ريل ديفرنت ريل ايكوال كومبلكس بس هو بيقول لك هاتها من غير الكالكوليتر طب هجيبها ازاي في رول كده انت حضرتك لازم تكون حافظه قلت لك بي سكوير ماينس 4 اي سي بيقول لك يا مستر انا هطبق في الرول دي لو لقيت الرقم جريتر ذان زيرو يعني بوزيتيف
انا لقيت الرقم يا مستر طلع لي بالبوزيتيف يبقى انا بقول ريل وديفرنت. طب لقيته يا مستر طلع لي زيرو فبقول ريل ايكوال. طب لقيته طلع لي نيجاتيف بنقول عليه كومبلكس. تاني يا حبيبي معلش. ما مستر بيقول لك انا ذير از 3 تايبس اوف روتس. يعني يا مستر انا عندي 3 انواع للروتس بتاعتي. زي ما انا ما قلتهم لك انا عندي حاجه اسمها ريل ديفرنت. واكتبهم عند حضرتك بقى ريل وايكوال وكومبلكس. بس هو هنا بقى بيعرفك ازاي تجيبهم من غير الكالكليتر. ترجع احنا بنعرفهم ازاي مستر برول. ايه بقى الرول دي؟ بي سكوير ماينس 4 اي سي. بيقول لك لو الناتج اللي طلع لك بوزيتيف بنقول عليهم ريل وديفرنت. لو طلع لك زيرو بنقول عليهم ريل ايكوال. لو طلع لي مستر بالنيجاتيف بنقول عليهم ايه كومبلكس. طب يعني ايه يا مستر؟ تعالى نحل. مستر انا هنا هفكر ازاي؟ انا دايما لما بشرح دايما بحب اشرح انا هعمل ايه. انا هعمل ايه يا مستر؟ وات شود اي دو؟ انا ايه اللي المفروض اعمله؟ قلت لك اول حاجه طلع الاي والبي والسي رول بوزيتيف نيجاتيف زيرو. يعني ايه يا مستر بقى؟ يعني هو هيقول لك حاجه زي كده مثلا اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 12 ايكوال زيرو. يقول لك فاين تايب اوف روتس. يعني عندك حاجه زي كده وقال لك هات لي نوع الروتس ايه؟ مثلا الاي بي سي رول بوزيتيف نيجاتيف زيرو. واحده واحده بقى. يعني ايه الكلام ده؟ ده بقى سر الوصفه. دايما وانا بشرح تحب ادي لك سر الوصفه كده. يعني ايه مستر؟ اي بي سي ايه خلاص احنا عارفين الكوفيشن ده 1 والبي يا مستر نيجاتيف 1 والسي نيجاتيف 12. يبقى يا مستر ادينا اهو طلعت الاي وبي سي. ايه بقى الرول دي؟ رول انت حضرتك لازم تكون حافظها بي باور 2 ماينس 4 اي سي. اوكي اعمل سبستيوت بي باور 2. بي باور 2 يعني هكنسل البي واحط مكانها نيجاتيف 1 باور 2. اهي نيجاتيف 1 باور 2 ماينس 4 الايه بكام يا حبايبي؟ 1 تايمز السي بكام؟ نيجاتيف 12. واشوف الريزلت هتطلع لي يا مستر ب 49. اخر خطوه بقى بشوف هو ده بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو. انا بشوف الناتج اللي طلع لي ده بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو. مستر اهي 49 بوزيتيف صح؟ يبقى لما يجي يطلع لي بوزيتيف بنقول عليهم كده ريل ويكوي بس اوت اند اوفر خلصنا مشاك. يبقى انا مستر اي بي سي رول وبعد كده بتدي في الاخر بلس اور ماينس وزيرو. يبقى مستر تاني انا لما باجي احل في ليسون 2 بعمل كده بفكر كده طلع اي بي سي رول بوزيتيف نيجاتيف زيرو. دي طريقه الحل باذن الله. طب يا مستر يلا نحل. يلا بينا يا مستر. يبقى اول لما يجي يقول لك ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن قول لنفسك كده انا هفكر بالطريقه دي. ask yourself and organize your thoughts like that. what should I do? first step find a b c second step rule third step positive zero negative. okay firstly a equal كام؟ 1 b equal negative 5 c equal 11. okay rule what's the meaning of the rule? rule b square minus 4ac b square negative 5 power 2 minus 4 times a equal 1 c negative 5. okay negative 5 over 2 minus 4 times 1 times negative 5 will be 45. ask yourself positive or negative or zero. ده ايه يا مستر؟ positive ولا negative ولا zero؟ positive. positive قلت لك will be two different real roots بس.
بقى مستر طريقتي دي ثابته خلاص. طريقتي دي ثابته. ايه يا مستر طريقتي ثابته؟ اي بي سي رول بوزيتيف نيجاتيف زيرو. عود نفسك على الطريقه دي. اللعب كل لما يجي يجيب لك حاجه زي كده. فاكرين يا حبايبي لما اجي اقول لك اكس نعمل ايه؟ اكس تايمز اكس اكس باور 2 اكس تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 اكس. قال لك هنا ايكوال كام؟ ايكوال 5. قلت لك يا حبايبي انا عايز اخليهم كلهم في سايد واحد، يعني ما ينفعش يبقى عندي اثنين وواحد لوحده، فانا بعمل ايه بقى؟ اهو ده مستر بوزيتيف هدخلها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف بس خلاص. يبقى اللعب كله هنا اللي هيلعبه معاك في الليسون ده هو تظبيط شكل المساله. طب الايه بكام؟ اي ب 1 البي بكام؟ نيجاتيف 2 سي بكام؟ نيجاتيف 5. ليتس جو رول بص فور نيجاتيف اهو. يبقى انا طلعت الاي والبي والسي بقى هكتب الرول. الرول اللي هي بي سكوير ماينس 4 اي سي. يبقى بي سكوير اللي هتبقى كده نيجاتيف 2 باور 2. الاي بكام؟ ب 1 سيب كام؟ بنيجاتيف 5. وطلع الريزلتس بتاعتي واشوف هتطلع معايا بايه بكام. يبقى مستر تاني انا دول يا مستر واقفين هنا انا هعمل ايه؟ هكتب 6 اكس بار 2 ودول هدخلهم معاها تبقى كده نيجاتيف 19 اكس دي يا مستر ماينس هتبقى ايه؟ بلس. يعني كل انا بعمل ايه؟ مش دي بوزيتيف هخليها ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف اخليها ايه؟ بوزيتيف. او انت وديها الناحيه الثانيه مش هتفرق، اهم حاجه ان اخليهم كلهم في ايه؟ في سايد واحد. طب الاي 6 نيجاتيف 19 15. طب انا عندي حاجه زي كده. انا مشكلتي كلها مستر في الفراكشن ده، عارف هعمل ايه؟ هم انا شاطب عليه. ودي لي اللي جنبي، يعني هعمل هنا تايمز اكس وهنا تايمز اكس. يعني عارف انت انا معايا حاجه زياده، هم انا مديها ايه للي حواليا. يعني هعمل هنا تايمز اكس وهنا تايمز اكس. اكس تايمز اكس هتبقى اكس باور 2. ده يا مستر خلاص مشيت هتبقى بلس 9 ايكوال 6 تايمز اكس هتبقى 6 اكس. ايه ده يا مستر؟ مش دي واقفه لوحدها؟ هدخلها جوه تبقى اكس باور 2 ماينس 9 ماينس 6 اكس ايكوال كام؟ 0. طب يا مستر تعالى بقى نطلع الاي والبي والسي. قلت لك هنا يا حبايبي الاي هو كوفيشن اوف اكس بار 2. فين الاكس بار 2؟ اهي تبقى بون. البي كوفيشن اوف اكس. تعالى بقى البي هي اللي جنب الاكس يا مستر، هو هنا فين الاكس؟ دي صح؟ تبقى اللي جنبها ايه؟ نيجاتيف 6. والسي يا مستر اللي واقفه لوحدها اللي هي ايه؟ 9. بعد كده اطلع الريزلتس بتاعتي. يعني يا مستر لو عندي حاجه زي كده تلاقي دخلها ايه؟ تو ذا اذر سايد. بص هتبقى نيجاتيف واطلع الاي والبي والسي. تعالى بقى يا مستر نفس طريقه الحل اي بي سي رول وكده بوزيتيف نيجاتيف زيرو. الايه هنا بكام؟ الايه هنا بسي. البي هنا بكام؟ بايه. السي هنا بكام؟ ببي. ايه ده يا مستر؟ بيزاولك عادي ما ياخدكش. طب هنا الرول بتقول لك ايه؟ بي باور 2 ماينس 4 اي سي. حلو جدا. البي البي اللي هي بكام يا مستر؟ بايه. فدي كده هتبقى اي باور 2. هو هنا بيلعب معاك بالحروف عشان بس يزاولك عادي، لكن مفيش اي مشكله خالص. ماينس ماينس 4 4. الايه دي عشان احط مكانها كام؟ سي. سي دي يا مستر عشان احط مكانها كام؟ بي. دي يا مستر طلعت الاي والبي والسي وادي الرول. بيقول لك هنا ان هم ايه؟ كومبلكس. انت بقى هنا تفتكر كومبلكس يعني ايه؟ يعني هم بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو؟ كومبلكس يعني نيجاتيف. ومعنى يا مستر ان هم نيجاتيف يعني معناه ان هم يبقى ليس ذان زيرو. فانا بقى بختار دي من هنا. اي باور 2 ماينس 4 بي. تعال
لما اجي احل معاك حاجه زي كده يا مستر طلع لي ادي الاي ادي البي ادي السي اهو الاي والبي والسي طبق في الرول تبقى بي سكوير ماينس 4 اي سي. واحده واحده بقى التركه كلها هنا بيقول لك ان الاي سي ليس ذان زيرو. عارفين يعني ايه يا حبايبي اللي هي ليس ذان زيرو؟ يعني هطلع لي رقم بالنيجاتيف هطلع لي رقم بالنيجاتيف. اي رقم بقى بالنيجاتيف اديني مثلا كده اي رقم نيجاتيف 1 مثلا مثلا. فمعنى مثلا انا هشيل دي احط مكانها رقم نيجاتيف. اخوانا معنى ان الاس اي سي ليس ذان زيرو يعني معناه ان ده الرقم هيطلع اقل من الزيرو. اقل من زيرو يعني رقم نيجاتيف. اديني كده اي رقم نيجاتيف نيجاتيف 1 مثلا يا مستر. تعالى بقى نيجاتيف ونيجاتيف هتبقى ايه؟ بوزيتيف. معنى يا حبايبي ان دي كده بوزيتيف يعني على طول هتبقى ديفرنت وريل. يبقى يا مستر اختصر كده اقولها لك ان تو ووردز باختصار لما يجي يقول لك سجل بقى النوتس عندك. لما يجي يقول لك ان دول بالنيجاتيف يبقى انا اختار ريل وديفرنت. تعالى بقى نخش على اهم مساله عندي. المساله لما يجي يقول لك كي واحده واحده بقى بس واحده واحده بقى مثلا عشان دي مهمه جدا جدا جدا. طريقه الحل ثابته A B C rule يا مستر بوزيتيف نيجاتيف زيرو. A B C rule نيجاتيف بوزيتيف زيرو. يعني يا مستر اول حاجه طلع لي كده الاي بكام يا مستر ب 2 البي بكام 5 السي بكام 4 كي. قول لنفسك كده خلصنا رول. رول يعني بي سكوير ماينس 4 اي سي. بي سكوير يعني اشيل البي واحط مكانها 5 هتبقى 5 باور 2 ماينس 4. الاي بكام يا مستر؟ ب 2. والسي بكام يا مستر؟ ب 4 كي. ركز بقى معايا يا مستر. هنا هعمل ايه؟ هات قلمك الرصاص شايف عند الماينس دي وقسمها نصين. يعني اول لما تلاقي حاجه زي كده مثلا 3 باور 2 ماينس 2 تايمز 3 تايمز كي مثلا اقسم ده نصين واحسب ده لوحده وده لوحده. يبقى اول لما الاقي حاجه زي كده انت اقسمها نصين احسب ده لوحده وده لوحده. 5 باور 2 هتبقى 25 واحسب دول يا مستر كلهم مع بعض 4 تايمز 2 تايمز 4 تبقى تقريبا 32 واحط هنا الماينس 32 واحط كي زي ما هي. يبقى لما اجي اعمل حاجه عشان الناس بتعمل ايه سمك لبن تمر هندي تحسب لي دول كلهم مع بعض لا 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 لا, لا. انا بحسب كده ده لوحده وده لوحده تبقى 25 وانا 32 كي خلاص انا كده مستر خلصت. انا مستر طبقت في رول في الاخر بقى اشوف هم بص ولا نيجاتيف ولا زيرو. تعالى يقول لك انها ايكوال زيرو. يعني بص انا طريقه حل ثابته خلصت اشوف اما بوزيتيف نيجاتيف زيرو. ايكوال زيرو يعني ايه؟ يعني هعمل الايكويشن دي ايكوال زيرو يا مستر والايكويشن دي هبتدي اشتغل شغل الايكويشن عادي جدا اقدر احلها بطريقتين يا حبايبي اقدر احلها بطريقتين يا اما اعملها بالكالكليتر وانا شرحت قبل كده ازاي بنعملها بالكالكليتر في الفيديو شرح لكن هنا عايزين نشتغل بدماغنا. 25 مش دي بوزيتيف؟ اه هنوديها الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف. طب النيجاتيف 32 كي ايكوال نيجاتيف 25. النيجاتيف دي يا حبايبي هتطير مع النيجاتيف دي هتبقى 32 كي ايكوال 25. دي يا مستر مالتبلاي هنوديها الناحيه الثانيه بالديفايد هتبقى كي ايكوال 25 اوفر 32. تاني يا حبايبي. لما يجي يقول لك حاجه زي كده يعني حلو انتوا نمبر 14 كده لوحدكم او نمبر 13
المستر قلت لك تعالى كده سريعا نفس طريقه الحل A B C رول. بعد كده يا مستر ايه قلت لك ابتدي اشوف بوزيتيف نيجاتيف زيرو. الايه بكام يا حبايبي؟ الايه ب1 والبي بنيجاتيف كي والسي يا مستر ب25. الرول كانت بتقول لحضرتك ايه؟ تعالى نكتبها هنا اهو بي سكوير ماينس 4 اي سي. بي سكوير يعني هكتب كده ماينس الفور اي الايه بكام؟ ب1 والسي بكام؟ 25. قلت لك يا مستر بنعمل ايه؟ اقسم دول نصين واحسب دي لوحدها. نيجاتيف كي باور 2 هتبقى كي باور 2 بس. يعني هنا ما تحطليش اي نيجاتيف. واحسب دول يا مستر مع بعضهم هتبقى ماينس 100. وفي الاخر خالص بقى عندنا يا مستر رول وادي اي بي سي ابتدي اشوف هما بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو. لما يجي يقول لك ار ايكوال وريل افتكر كده ايكوال وريل يعني كانوا ايه؟ زيرو. بقول هنا ايكوال كام؟ زيرو ابتدي اشتغل نيجاتيف فانا قدامي ناحيه ثانيه ببلس. تبقى كي باور 2 ايكوال 100. تبقى كي باور 2 ايكوال 100. باور 2 دي يا حبايبي هتروح الناحيه الثانيه بالسكوير روت هتبقى كي روت 100. حبايبي السكوير روت لازم احط معاه بوزيتيف اور نيجاتيف 10. بس هو هنا اللخبطه كلها اللي هو هنا بوزيتيف اور نيجاتيف ايه؟ 10. طب تعالى بقى يا مستر نحل دي ودي كده هتكون ايه؟ اخر فكره باذن الله هنقولها في ليسون 2. هي نفس الفكره. مستر طريقه الحل A B C رول. بعد كده يا مستر اشوف بوزيتيف نيجاتيف زيرو. الايه هنا بكام يا حبايبي؟ الايه هنا ب1. البي بكام يا حبايبي؟ بنيجاتيف 4. السي بكام يا حبايبي؟ بكي. يا مستر يلا بينا رول بي سكوير ماينس 4 اي سي. بي سكوير يعني هتبقى نيجاتيف 4 باور 2 ماينس 4 تايمز الاي بكام؟ ب1 تايمز السي بكام؟ بكي. قلت لحضرتك قلمك الرصاصي الجميل اقسم ده نصين هحسب ده لوحده هتبقى سكسين ماينس واحسب دول مع بعض 4 باي 1 4 وكده تتحط زي ما هي. مثلا قد كده اي بي سي رول هشوف بقى بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو. لما يقول لك هما ريل 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 ويسكت ركز بقى هنا معايا. لما اقول لك هما ريل ويسكت كده هنكتب greater than or equal zero. يعني قول لنفسك لو قال لك ريل بس تبقى في الكشكول هقول له كده greater than or equal. طب لو قال لي ريل different هقول له greater than بس. يعني ريل greater than or equal ريل different هقول له greater than كده سادة. يا مستر وبحل ازاي؟ حل equation عادية جدا حبايبي. مش دي بوزيتيف 16؟ اه هنوديها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف 4 كي جريتر ذان نيجاتيف 16 مالتبلاي. هنوديها الناحيه الثانيه بالديفايدد. خلي بالك يا حبايبي دي مالتبلاي نيجاتيف 4 فانا في الديفايدد بوديها زي ما هي بالنيجاتيف 4. نيجاتيف 16 ديفايدد 4 او نيجاتيف 4 هتبقى 4. خلي بالك بقى هنا في تركه اخيره. نيجاتيف 16 ديفايدد نيجاتيف 4 هو هنا يا حبايبي مش الديفايدد كان بالنيجاتيف؟ اه الديفايدد يا حبايبي لو بالنيجاتيف هغير بق السمكه. يعني لو هي باصه ليفت اخليها باصه ايه؟ رايت. يعني لو قلت لك مثلا ديفايدد نيجاتيف كذا لو هنا لقيت divided ونيجاتيف اغير بق السمك يبقى قول لنفسك كده divided ونيجاتيف ابقى اغير بق السمك اخليها الناحيه الثانيه. طب تعالى بقى هنا يا مستر كنا بنحل دي ازاي في بريب 2. كنت بسال نفسي هي الكي هنا حبايبي هي الكي هنا كنت بسال نفسي 2 كيتشن هي الكي هنا صغيره ولا كبيره؟ طبعا بق السمك باصص الناحيه الثانيه تبقى الكي هنا يا مستر صغيره. لو الكي صغيره انا بعمل ايه؟ بكتب كده نيجاتيف انفينيتي و4 طبعا نيجاتيف انفينيتي على طول اوبن. يا مستر لو صغيره هكتب نيجاتيف انفينيتي. طب لو كانت جريتر ذان هعملها
يعني لو صغيرة اهي هكتب نيجاتيف انفينيتي. طب لو كبيرة هخليها انفينيتي بس. فبسأل نفسي هنا كبيرة ولا صغيرة يا مستر؟ صغيرة، بخليها نيجاتيف انفينيتي. طب تاني سؤال بسأل نفسي، هو هنا في شرطة ولا لا؟ في هنا ايكوال ولا لا؟ مثلا لو في ايكوال بخليها كلوزد. تاني عشان المثال دي بقى يعتبر من تركات التقيلة قوي يعني. مثلا A B C اهو، ادي الـ A 1 الـ B بـ 3 والـ C بكام؟ بـ K. مثلا هعوض B سكوير ماينس 4 A C. B سكوير يعني 3 باور 2 ماينس 4 تايمز الـ A بـ 1 والـ C بـ K. هذا مستر نصين، دي هتبقى 9 ماينس 4K. واحدة واحدة بقى. مستر قال لي different to real. different to real يعني هعمل greater than zero. real بس greater than or equal. different to real هكتب sad. مستر اشتغل كايكوشن عادية جدا. اهي. positive 9 هنوديها الناحية التانية بالنيجاتيف 9. تبقى النيجاتيف 4K greater than negative 9. مستر multiply هنوديها الناحية التانية بالdivided. divided negative. لما تلاقي كده الاثنين دول ورا بعض ديفايدد نيجاتيف غير بق السمكه. يعني ايه مثلا؟ يعني مش هي باصه ليفت، خليها باصه رايت. اسال نفسي اخر سؤالين، هي الكي هنا كبيره ولا صغيره؟ مثلا صغيره عشان هي مخصماها، تبقى نيجاتيف انفينيتي واحط 9 اوفر 4. طيب مثلا هي هنا سادة ولا في تحتها شرطة؟ قلت لك لو سادة كده بنخليها اوبن. يعني هنا كي هتبقى من نيجاتيف انفينيتي ل 9 اوفر 4. 9 اوفر 4 بالمناسبة يا حبايبي هتبقى 2.25. فبيقول لك هنا ان كل الارقام بتاعت الكي تنفع ما عدا رقم واحد. يا مستر نيجاتيف 1 هينفع، 3 ينفع، ده هو انا هنا بقول لك 2.5 يبقى ده الوحيد اللي مش هينفع. بس ده كده سريعا يا حبايبي. طب تعالى يا مستر ناخد حاجه زي كده. لما اجيب لك جراف زي كده يا حبايبي، بص لما اجيب لك كده خط الاكس في 2 بوينتس تقول لي ريل وايكوال. لو جابها لك خبطه في بوينت واحده، سوري انا اسف، تعالى تعالى نكتبها لوحدها. لو جبت لك حاجه زي كده، لو خبط الاكس في 2 بوينتس تقول لي كده ريل ديفرنت. طب لو جيت عملت لك حاجه زي كده، خبط الاكس في بوينت واحده تقول لي ريل ايكوال. طب مثلا لو جبت لك حاجه زي كده بقى، هي هنا خبط الاكس في اي حاجه لا، فبنقول عليها ايه؟ كومبلكس. ده كده سريعا يا حبايبي ليسون 2. ليسون 3 بقى كان بيتكلم عليه. ليسون 3 كانت سهل جدا وعبيط قوي قوي قوي، ركز بقى معايا. ليسون 3 كان اسمه ريليشن بتوين روتس اوف ايكويشن. يعني ايه يا مستر؟ ليسون 3 كان بيقول لك انا عايز السم اوف روتس والبرودكت اوف روتس. يعني ايه يا مستر؟ يعني هو بيدي لك ايكويشن زي كده، اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 12، وبيسالك هو الروتس بتاعت المساله دي لو عملت لهم بلس هيطلع كام؟ تعالى كده نعملها. مثلا كنت مطلع هنا ان الاكس 1 بنيجاتيف 3 والاكس 2 ب 4، فبيقول لك لو انا عملت لهم بلس هيطلع بكام؟ عادي هعمل يا مستر نيجاتيف 3 بلس 4 تبقى بون. فده كده سام اوف روتس. فمعنى كلمه سام اوف روتس يعني بيقول لك لو انا طلعت الاكس 1 والاكس 2 وعملت لهم بلس الناتج هيطلع بكام؟ ده معناه. طب يعني ايه برودكت اوف روتس؟
يعني بيقول لك كده اعمل لهم مالتبلاي. يعني لما يجي يقول لك السامول برودكت فروتس يعني معناها بيقول لك ليكس 1 وليكس 2 لو عملت لهم بلس هيطلعوا كام، طب لو عملت لهم برودكت هيطلعوا كام، هكذا. بس هو بقى بيدالك ازاي؟ تعالى بقى اقول لك احنا بنطلعها ازاي من غير ما نعرف ليكس 1 وليكس 2. يعني مثلا يبقى احنا فهمنا يعني ايه سم اوف برود او فروتس والبرودكت اوف فروتس. يعني ايه سم اوف فروتس؟ يعني بقول لك ان الاكس 1 بلس اكس 2 هيطلع لي كام. طب البرودكت يعني لو عملت دول تايمز هيطلع لي كام. احنا مثلا عشان نعرف كنا بنطلع الاكس 1 ونطلع الاكس 2. لا انا هقول لك بقى على طريقه لذيذه جدا عشان تجيب السم والبرودكت على طول من غير ما تطلع الاكس بكام. بيقول لك كده لو عايز تجيب السم واكتب الرول ده عندك بعد اذنك، تبقى النيجاتيف بي اوفر اي. طب لو انا عايز اجيب البرودكت تبقى سي اوفر اي. طبعا احنا عارفين يا مستر ده احنا بقى لنا ساعه بنتكلم يعني ايه اي وبي وسي. هات كده الاي هتبقى ب 1، البي تبقى بنيجاتيف اي 1، والسي يا مستر تبقى بنيجاتيف اي 12. يبقى انا لو عايز اجيب السم بقى يعني انا عايز اجيب السم بكام من غير ما اعرف الاكس. يعني هو بيكلمك كده انا عايز اجيب السم بتاع الاكس 1 والاكس 2 من غير ما اعرف هم بكام. بيقول لك كده طب بقى الرول نيجاتيف في اوفر اي. يعني ايه مستر نيجاتيف في اوفر اي؟ ادي النيجاتيف اهي، هي البي بكام يا مستر؟ بنيجاتيف 1 اهي، فهتبقى كده اوفر الاي بكام؟ ب 1. واحسبها على الكالكليتر هيطلع لي ب 1 بس. يعني انا لو اهو من غير ولا سحر ولا شعوذه، يعني لو عملت الاكس 1 بلس اكس 2 للمساله دي هيطلع لي ب 1. يعني انا بقى عايز اعرف الصم بكام من غير ما اطلع الروتس. نفس الكلام البرودكت يقول لك سي اوفر اي. طب السي اللي هي بكام؟ نيجاتيف 12. ليه اللي هي بكام؟ ب 1، تبقى نيجاتيف 12. يعني بيقول لك لو انت عملت اكس 1 تايمز اكس 2 هيطلع لك الرقم ده. ده معنى كلمه سام اوف فروتس والبرودكت فروتس. اللي يهمني يا مستر تكتب لي الرول دي ان السام بنيجاتيف في اوفر اي والبرودكت بي سي اوفر اي. ويلا بينا يا مستر نحل. يا مستر لما يجي يقول لك سام اوف برودكتس انا عايزك بس تفهم هو يقصد ايه. يعني بيقول لك هنا سام اوف برودكتس دي يعني معناها ان هو بيقول لك هو الاكس 1 بلس اكس 2 هتطلع بكام؟ من غير ما اطلع الاكس 1 والاكس 2 انا بدي لك طريقه مختصره شويه. لا يا مستر مش هو هنا عايز الصم؟ قلت لك الطريقه سهله. هطلع الاي والبي والسي. الاي بكام؟ ب 1. البي بكام؟ ب 3. والسي يا مستر بنيجاتيف 10. مش هو هنا عايز الصم؟ الصم يا مستر عباره عن ايه؟ اكتب الرول نيجاتيف في اوفر اي. ادي النيجاتيف اهي. البي تبقى ب 3 والاي بكام؟ ب 1 تبقى نيجاتيف 3 اوفر 1 اللي هي بنيجاتيف 3 بس خلاص. طب تعالى طلع لي الاي والبي والسي يا حبايبي. الاي هو اللي جنب الاكس سكوير اهو والبي هو الاكس بس. هو هنا يا مستر في اكس بس؟ لا. طب البي هنا بكام؟ ب 0. والسي يا مستر هو الرقم اللي هو في الوحده اللي هي نيجاتيف في 3. يا مستر بيقول لك السم نيجاتيف في اوفر اي تبقى نيجاتيف 0 اوفر 5. نيجاتيف 0 اوفر 5 هتطلع معاك ب 0. طب لما يجي يقول لك انا عايز البرودكت قلت لك اي بي سي اهو حركه طلع لي الاي ب 2 البي بنيجاتيف 7 والسي بنيجاتيف 6. طب البرودكت يا مستر قلت لك سي اوفر اي. سي يا مستر نيجاتيف 6 اوفر اللي هي بكام؟ ب 2. ايه ده بس انت جايب لي؟ تعالى بقى هنا وقف طيب وتجيبها انت لوحدك بعد اذنك.
وقف وقت عند لوحدك. الليه بكام والبي بكام والسي بكام؟ طبعا هتقول لي يا مستر 3 2 -1/4. يا ولا الايه هنا هو كوفيشن اوف اكس باور 2، فين اكس باور 2؟ اهي بدي كده الايه. البي يا مستر هي الكوفيشن بتاعت الاكس بس، فين الاكس بس؟ اهي. طب يا مستر سي هي الرقم اللي واقف لوحده اللي هي 3 بس. مستر هو هنا عايز البرودكت تبقى سي اوفر اي، سي اوفر اي هي 3 ÷ -1/4 تبقى بنيجاتيف 12. هنا مستر الاي والبي والسي بكام؟ هنا الاي ب 3، البي يا مستر هو هنا في اكس، لا تبقى بزيرو، وسي بنيجاتيف 4 وهكذا. تعالى يا مستر لو جاب لك بقى حاجة زي كده، طلع لي الـ A والـ B والـ C. ادي الـ A اهي بـ 3، الـ B يا مستر بـ B، و C بكام؟ بـ 14. بيقول لك هنا الصم، صم يا مستر طبق في الرول، صم اللي هي نيجاتيف V over A، ادي النيجاتيف. الـ B يا مستر هحط اشيلها واحط مكانها B زي ما هي، C اشيلها واحط مكانها 3، فبقى كده نيجاتيف في اوفر 3. خلي بالك بقى يا مستر ان هو هنا بيقول لك ان الصم بكذا، يعني انا هعمل ايكوال الرقم ده. انت ممكن تجيبها على طول بدماغك، او يا مستر انا ما فيش دماغ وعندي كوشن زي كده بحلها ازاي على الاله؟ تعالى بقول لك بالمره الكوشن ازاي بتتحل على الاله. كوشن يا حبايبي انا بكتبها زي ما هي على الاله، اللي هي نيجاتيف في اوفر 3. طب يا مستر بيها نكتبها ازاي؟ لا هنكتب مكانها اكس، تبقى نيجاتيف اكس، الاكس اللي هي الفا وبراكت يمين اوفر 3. طب الايكوال لو عايز اكتبها اعمل كده الفا كالك، اكتب كده نيجاتيف 7 اوفر 3، يعني بكتبها زي ما هي كده. بعد كده اعمل ده شيفت كالك ايكوال، ده اللي انا عايز اطلعها على الاله بتاعتي تبقى ب 7. يعني الاله بتاعتك هتدوس شيفت كالك ايكوال، فهنا تبقى ايه ب 7. يعني مثلا لو انا عندي حاجه زي كده قلت لك طلع الاي والبي والسي، الاي كي ماينس 2، البي بنيجاتيف 6 والسي ب 12. بيقول لك هنا انا عايز برودكت، يبقى سي اوفر اي تبقى 12 اوفر الايه اللي هي كي ماينس 2. بيقول لك هنا برودكت بكام يا حبايبي؟ ب 3، هتبقى كده 12 اوفر كي ماينس 2 ايكوال 3. قلت لك اكتبها زي ما هي كده على الكالكليتر وهتطلع لك الناتج بتاعها، اللي هي تبقى تقريبا تبقى ب 6. بص بقى يا مستر، تعالى بقى ركز معايا في الافكار دي. يلا بينا بقى يا حبايبي نشوف بقيه الافكار. بقى دي الافكار العاديه، تعالى بقى عشان في افكار دي مهمه وقف وحل معايا، تعالى افهمها وقفها وحلها. بص يا مستر، اول لما يجي يجيب لك الاكس ايكوال كذا، يبقى اول فكره لما يجيب لي الاكس بكام، قول لنفسك لو جاب لك يا مستر الاكس بكام انا هعوض. يعني اول لما يجي يقول لك اكس ايكوال كذا قول لنفسك انا هعوض. يعني ايه مستر هعوض؟ هعوض يعني هشيل الاكس واكتب مكانها نيجاتيف 1، اهي هتبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس كي تايمز نيجاتيف 1 ماينس 6 ايكوال 0. واكتب دي كده حبايبي زي ما هي على الكالكليتر، اللي هو نيجاتيف 1 اهو. اكتب كده يا مستر نيجاتيف 1 باور 2 ماينس الكي، هكتب مكانها اكس، الفا اكس تايمز نيجاتيف 1 ماينس 6 الايكوال، بكتبها ازاي؟ الفا ايكوال 0. كده يا مستر لما انا اعمل شيفت كالك ايكوال، ده على الكالكليتر بس هي هنا على الابلكيشن بتطلعها على طول شيفت كالك.
تبقى 5 يا حبايبي. يبقى انا بيصر تاني. اول فكره، اول لما الاقي اكس اقول لنفسي انا ايه هعوض. انا عايزك تنظم تفكيرك كده. اول لما يجي يقول لك الاكس ايكوال كذا قول لنفسك يبقى انا هعمل سبستيتيوشن على طول، هعوض على طول. زي ما احنا ما عملنا ايه، نيجاتيف 1 باور 2 ماينس كي تايمز نيجاتيف 1 ماينس 6 ايكوال 0. فمثلا هو هنا طلع لي ان كي ايكوال 5. واحده واحده بقى، ما تتسرعش عشان بص جابها لك هنا. طبعا انت هتيجي تقول لي يا مستر ايوه 5. واحده 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 يا حبيبي. اللي تشوز بالذات عايزك كنت بتحل تبقى في غايه الهدوء والتركيز. هو يا مستر الرقم اللي طلع لي ده بتاع ايه؟ بتاع كي. يبقى انا هرجع تاني اكتب اكس باور 2 ماينس، اشيل كده اكتب مكانها 5 اكس ماينس 6. هو الراجل عايز مين؟ الراجل هنا بيقول لك انا عايز السم اوف فروتس. بص بقى هنا بيضحك عليك ازاي؟ هو جاب لك ال 5 عشان تختارها. لا واحده واحده. انا مستر اشيل ده واحط مكانها 5. هو الراجل مش عايز الكي، انا عايز بقى السم اوف فروتس. طب السم يا مستر هجيبها ازاي؟ هجيبها زي ما انا كنت متعود. الاي بكام؟ ب 1. البي بكام؟ بنيجاتيف 5. السي بكام بقى؟ بنيجاتيف ايه؟ 6. البي السم يا مستر اوف فروتس يعني معناها نيجاتيف في اوفر اي. نيجاتيف البي يا مستر احط مكانها نيجاتيف 5 اوفر 1. وتطلع النتيجه بتاعها. يبقى اول لما يجي يقول لك اكس ايكوال كذا اكس ايكوال كذا قول لنفسك يبقى انا هعوض على طول. تاني بقى فكره يا مستر، ركز بقى معايا في تاني فكره دي عشان دي مهمه جدا جدا. يجي يقول لك ان الام والفايف ماينس ام الروتس بتاعت المساله. واحده واحده بقى. لما يجي يجيب لك حاجه زي كده قول لنفسك احدد المشكله وهقسم الصفحه بالنص. يبقى اول لما يجي يقول لي ام وكذا الروتس اوف ذا ايكويشن قول لنفسك كده يا مستر هحدد المشكله وهقسم الصفحه بالنص. يعني ايه مستر هحدد المشكله؟ هقول لك يعني يبقى اول لما يجي يقول لي روتس اوف ذا ايكويشن قول لنفسي كده احدد المشكله بعد كده اقسم الصفحه نصين. يعني ايه مستر احدد المشكله؟ هو انا مشكلتي هنا فين؟ في الكي صح؟ اقول لنفسي هي ديت في الميدل ولا في الثيرد تيرم، يعني في النص ولا على الطرف؟ يا مستر دي في النص. لو مشكلتك هنا في النص قول لنفسك انا هجيب الصم. طب هنا يا مستر دي على الطرف قول لنفسك لو مشكلتي على الطرف انا هجيب البرودكت. تاني احدد مشكلتي يعني ايه؟ يعني اشوف الكي فين. لو الكي في النص هجيب صم، لو على الطرف هجيب برودكت. بس خلاص. طب تعالى يا مستر تعالى نشتغل. مستر قال لي حدد مشكلتي. حدد مشكلتي يعني الكي هنا فين؟ بقول لنفسي كده الكي دي في النص. في النص يعني يا ترى هجيب الصم ولا البرودكت؟ هجيب الصم. يبقى انا بقسم صفحتي نصين كده ولا نفسي انا هجيب الصم للروتس الصم للايكويشن. يعني اول حاجه مستر بحدد مشكلتي، مشكلتي فين؟ لو في النص هجيب صم. يا مستر لو على الطرف هجيب البرودكت. يا مستر قلت لك فبقسم بعد كده صفحته نصين واجيب مره للروتس اللي هو مديهاني واقول له مره للايكويشن. يعني ايه مستر للروتس للايكويشن؟ صم اوف روتس يعني بشوف اللي هم مدوني ده ام بلس 5 ماينس ام. تاني بعمل ايه؟ ام بلس 5 ماينس ام، يعني بعمل بلس للي هو مدوني ده.
فاول ما الاقي كده اقول لنفسي للروتس وللايكويشن، هسيبها نصين اقول لنفسي روتس وايكويشن، فاعمل ام و5 ماينس ام. وهم مستر واشتغل عادي جدا 5 او سوري ام والنيجاتيف ام هيطوروا ايه مع بعض، هيبقى لك هنا 5 زي اللي كنت بقول لك كده x بلس 10 ماينس x، خلاص دول يا مستر طيروا مع بعض هيبقى لي 10. يبقى بقسم صفحتين نصين واقول روتس وايكويشن، روتس اهي انا بعمل دول بلس. طب مستر يعني ايه ايكويشن؟ ايكويشن يعني بطبق الرول بتاعتي. فاكرين الرول كانت ايه يا حبايبي؟ نيجاتيف في اوفر a. طب هي هنا ال a ب 1 وال b بنيجاتيف k وال c ب 6، فهتبقى كده نيجاتيف ال b اللي هي بكام يا حبايبي؟ نيجاتيف k اوفر ال a بكام؟ ب 1. يعني بشتغل يا مستر صم من الايكويشن، انا بشتغل كانها ايكويشن عاديه جدا وبجيب لها اللي هي نيجاتيف في اوفر اي واشتغل. طب مستر وبعد ما اخلص انا مستر اشتغلت على ده لوحده وده لوحده، في الاخر هم انا مقعدهم هم الاثنين مع بعض زي ايه؟ كان عندي اثنين متخانقين. هم انا عامل ايه يا مستر؟ انا جايب ده اتكلمه لوحده كده شويه، امسك ده اتكلمه لوحده شويه، بعد كده هم انا مقعدهم هم الاثنين مع بعض. يعني ايه يا مستر؟ يعني اكتب كده 5 ايكوال نيجاتيف نيجاتيف حبايبي، هتبقى بص فهتبقى بوزيتيف كي اوفر 1. طبعا دي مش مستاهله كي اوفر 1 يا حبايبي، يعني حاجه زي كده للناس اللي هتوه اعملها بالاله، لكن دي مش محتاجه اله. يعني كي اوفر 1 بكي تبقى كي 5. تاني حل معاك 100 واحده ما تقلقش. يلا بينا يا حبايبي هحل معاكوا تاني. احنا مستر تاني سريعا كده قلت لك لو قال لك اكس بكذا يبقى انا هعوض، لكن لو جاب لك حاجتين زي كده قول لنفسك انا هحدد مشكلتي واقسم صفحته نصين. تعالى يا مستر نشوف لنا مثلا ايه حاجه مثلا زي كده. اول لما يجي يقول لك ده وده قول لنفسك كده حدد المشكله واقسم صفحته نصين. يعني ايه مستر نصين؟ يعني اقول له مره من الروتس ومره ايكويشن ونفهم يعني. حدد مشكلتي انا اشوف هي اللي ناقصني هنا فين؟ البي. حدد مشكلتي يا مستر انا بشوف هي البي دي فين؟ في النص ولا على الطرف؟ مستر في النص صح؟ في النص. يعني انا هجيب الصم، يعني هقسم صفحته نصين كده واقول هعمل صم للروتس وصم من الايكويشن. صم من الروتس يعني ايه؟ يعني هكتب ده ال بلس ال باور 2. طبعا يا حبايبي هنا مش هينفع اعمل لهم بلس فبسيبهم زي ما هم. طب يعني ايه سم الايكويشن؟ سم الايكويشن مثلا يعني بعمل نيجاتيف في اوفر اي اللي هي يا مستر هنا ب 2 والبي ب بي وسي ب 54، فدي كده هتبقى نيجاتيف في اوفر 2. مصر قال لي هطلع دي من هنا ودي من هنا واقعدهم مع ايه؟ مع بعض. طب تعالى كده نقعدهم مع بعض. اخد ده من هنا وده من هنا. هو انا يا حبايبي لو عندي كويشن زي كده هعرف احلها؟ لا طبعا يا مستر. مستحيل. طب هعمل ايه بقى؟ بص بقى. لو انت جيت لقيت الايكويشن بتاعتك مش بتتحل هنعمل ايه يا مستر؟ هنعمل بارت 2 للمساله. اه مستر ده احنا زهقنا منك. يعني ايه؟ مش انت هنا جبت الصم؟ اه اعمل بارت 2. هو احنا خدنا في الدرس صم وبرودكت صح؟ ادينا يا مستر جبت الصم، يبقى انا هكمل بارت 2 اللي انا هجيب برودكت نفس الكلام مره من الروتس مره من الايكويشن. يعني مثلا مره برودكت للروتس يعني شايفين دول مره اعمل لهم مالتي بلاي ال تايمز ال باور 2 هتبقى ال باور 3. يعني مثلا لو لقيت في مشكله كمل بار 2 لو اتحلت خلاص. طيب مثلا لو ما اتحلتش كمل بار 2. يعني ايه مثلا بار 2؟ يعني لو انا كنت جايب الصم كمل وهات البرودكت، يعني هات الجزء الثاني بقى. يعني مثلا اهو البرودكت من الايكويشن اللي كانت سي اوفر اي، سي يا حبايبي اللي هي 54 واللي هي كانت بكام؟ ب 2 اللي هي تبقى ب 20
7 ونفس الكلام قعد ده مع ده تبقى ال باور 3 ايكوال 27. يا مستر روح حل الايكويشن العاديه مش دي ال باور 3 ايكوال 27 باور 7 وده الناحيه الثانيه بالايه بالكيوبيك روت تبقى ال ايكوال 3. انا جبت هنا ال ال ب 3 هعمل ايه بقى؟ هرجع للي فيها مشكله دي يا مستر واشرب على ال واحط مكانها 3 فهتبقى كده نيجاتيف في اوفر 2 ايكوال 3 بلس 3 باور 2 وتحلها اكتبها على الاله بقى وحلها. تعالى بقى تاني لما يجي يقول لك كده one of the roots twice the other يعني ايه مستر توايز ازر؟ يعني لو واحده بال تانية تبقى ب 2 ال. وقلت لك نفس الفكره مش هو مدي لك ال وال 2 ال لو مدي لك هنا الروتس بتاعتي؟ اه قلت لك يا مستر نفس الطريقه احدد المشكله واقسم نصين. مشكلتي فين يا مستر؟ هنا في السي. سي يا مستر ده على الطرف صح؟ على الطرف يعني هعمل ايه؟ سام ولا برودكت؟ برودكت. يا مستر على الطرف يعني هعمل ايه؟ سام ولا برودكت؟ برودكت. يا مستر فهعمل ايه؟ هقسم صفحته نصين. وقول لي كده برودكت من روتس وبرودكت من الايكويشن. يعني ايه مثلا برودكت من روتس؟ يعني هعمل ال تايمز 2 ال. برودكت من روتس يا حبايبي يعني هعمل ال تايمز 2 ال. طبعا ال تايمز 2 ال هتبقى 2 ال باور 2. برودكت من الايكويشن يعني هعمل سي اوفر اي. مستر ال بكام؟ ب 1. البي بكام؟ بنيجاتيف 3 والسي بكام؟ بسي. السي يا مستر هتفضل زي ما هي سي اوفر الاي بكام؟ ب 1. سي اوفر 1 بسي. اهي. بعد كده انا كاتبها كده سي ايكوال 2 ال باور 2. مستر سي ايكوال 2 ال باور 2. هعرف احل المساله كده؟ لا. هم انا جايب الايكويشن الثانيه وهجيب السم والبرودكت. تعالى بقى في اخر فكرتين واهم فكرتين لما يجي يقول لك اديتيف انفرس. اول لما يجي يقول لك اديتيف انفرس السؤال ده دايما بيجي في الامتحانات يعني هات الصم وخليه ايكوال زيرو. يعني اول ما اجي اقول لك اديت انفرس هات الصم بتاعتك وخليه ايكوال زيرو. هات الصم ازاي يا مستر؟ اجيب الصم العاديه اللي هنا بكام؟ ب 1. البي هنا بكام؟ بنيجاتيف بي ماينس 3. طب والسي هنا بكام يا حبايبي؟ ب 5. يبقى مثلا انا هجيب الصم، الصم اللي هو كان ايه؟ كان نيجاتيف بي اوفر اي. النيجاتيف اهي. البي يا مستر اللي هو كل ده. وليه اللي بكام؟ ب 1. دول هيطيروا مع بعض هيبقى لي كده. قلت لك هات الصم العاديه وخليها ايكوال كام؟ زيرو واحلها على الايكويشن. يبقى اول لما يجي يقول لك صم او اديتيف انفرس هات الصم بتاعتك عموما واحلها كايكويشن خليها ايكوال زيرو. تاني بس لما اجي اقول لك حاجه زي كده لما اجي اقول لك اديتيف انفرس يعني معناها ايه؟ لا انا بجيب الصم بتاعتي واخليها ايكوال ايه؟ زيرو. طب لما اجي اقول لك مالتيبليكيتيف انفرس يعني هجيب البرودكت واخليه ايكوال 1. يعني ايه يا مستر؟ هات البرودكت العادي يا مستر الاي ايكوال ايه؟ البي ايكوال نيجاتيف 3 والسي ايكوال 2. طب البرودكت اللي هو كان عباره عن سي اوفر اي. السي يا مستر اللي هي 2 والاي اللي هي ب اي فهتبقى 2 اوفر اي. انا يا مستر طبقت الرول بتاعتي هي 2 اوفر اي. هم انا مخلي البرودكت ده ايكوال كام؟ 1. مستر واشتغل على الايكويشن او اشتغل على الاله اكتبها 2 اوفر اكس ايكوال 1 هتطلع لي بكام؟ يا مستر اهم سؤال بقى
لا اهم كمان من اللي فوق معنى اديتيف انفرس ومالتيبليكاتيف انفرس. اديتيف انفرس يعني معناها اللي هو بيقول لك السام ايكوال 0، مالتيبليكاتيف انفرس يعني معناها البرودكت ايكوال 1. زي كده لما جه قال لك فوق ايه، شو هنا جه يا حبايبي قال لك السام ايكوال كذا برودكت ايكوال كذا، اه دي معناها كده. اديتيف انفرس يعني السام بزيرو، مالتيبليكاتيف انفرس يعني برودكت ايكوال 1. خلاص احنا كده يا مستر الحمد لله عملنا ريفيجن سريعا على فيرست 3 ليسنز من الجبرا. معلش الموضوع كان فيه افكار كتير وفي شغل كتير، ليسن 1 و 2 هو ليسن 3 بس اللي فيه مجهود شويه. هو اهم حاجه فيه ان السام نيجاتيف في اوفر اي والبرودكت سي اوفر اي. مستر بعد كده هجيبها واغلبيتها كلها ايكويشن. مستر ايكويشن قلت لك هتدخلها على الاله وخلاص. الموضوع سهل جدا ولذيذ، لو احتجت اي حاجه كلمني على طول. اشوفكم على خير يا حبايبي.